إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 275 من سورة البقرة، فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا لا يزال متواصلاً في قوله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وسنتعرض إن شاء الله تعالى في هذا الدرس في هذه الليلة المباركة لأمر مهم وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم، وهو بحاجة إلى مزيد من النظر والتحرير والتنقيح. لا ريب أن الربا الذي كان في الجاهلية وقد أجمع عليه، وهو ما يسمى بربا الجاهلية، هو ربا الإنساء والزيادة، بحيث يقول المدين للدائن: أمهلني وأزيدك. وقد كان ذلك أمراً شائعاً في الجاهلية، وجاء الإسلام بإسقاطه، وتترتب عليه مضار كثيرة، فهو يأتي على الطارف والتليد ويؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل. وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم كل ربا كان في الجاهلية، وأول ربا أبطله هو ربا عمه العباس رضي الله تعالى عنه. ولا ريب أنه مما تواترت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم ربا النسيئة بأمر الله تبارك وتعالى، وذلك في أحاديث أجمع على صحتها وانعقد على ذلك الإجماع. وقد ذكر أهل العلم أن الأصناف الستة التي نص عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه الأصناف الستة لا يجوز فيها الإنساء، بحيث إن أحدا من الناس يبيع شيئا بشيء منها نسيئة، فالذهب بالذهب لا يباع إلا يدا بيد، والفضة بالفضة لا تباع إلا يدا بيد. ووقع الإجماع على اعتبار الذهب والفضة من هذه الناحية أيضا جنسا واحدا، فلا يباع أحدهما بالآخر إلا يدا بيد. وحكي الإجماع أيضا في الأصناف الأربعة أن بيع بعضها ببعض لا يجوز إلا يدا بيد، وقد جاءت
معنى ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نتعرض لبعضها، وحصل الأخذ والرد فيما سمي بربا الفضل، وهو أن يباع الذهب بالذهب يدا بيد مع تفاضل، أو الفضة بالفضة يدا بيد مع التفاضل، أو البر بالبر يدا بيد مع التفاضل، أو الشعير بالشعير يدا بيد مع التفاضل، أو التمر بالتمر يدا بيد مع التفاضل، أو الملح بالملح يدا بيد مع التفاضل. مع اختلاف العلماء كما ذكرنا في درس سابق في ألة الربا، وما يمكن أن ينطبق عليه هذا الحكم في الأصناف التي تلحق بالأصناف الستة المذكورة، نظراً إلى ما أريد التنبيه عليه بهذه الأصناف الستة عندما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وعلماء أكثر المذاهب الإسلامية أن ربا الفضل حرام، وهذا القول هو الذي مال إليه الإمام أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني رحمه الله تعالى في كتابه العدل والإنصاف، وذكر بأن الأمة اجتمعت عليه ولم يخالف فيه إلا ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه رجع عن رأيه هذا قبيل موته بالطائف، ومال إليه أيضاً قطب الأئمة رحمه الله تعالى في شرح النيل، ولكن ميلولته فيها شيء من الخفاء، فقد ذكر أنه لولا حديث عبادة الذي سنذكره لكان الأولى الأخذ بحديث إنما الربا في النسيه، ويحتمل أن يكون بيع الرسول صلى الله عليه وسلم البعير ببعيرين فهم منه أصحابنا نسخ أحاديث ربا الفضل، وقال ولكن استدلال عبادة بالحديث الذي يدل على اعتبار ربا الفضل في خلافه مع معاوية دليل على عدم النسخ. وذهب إمامنا العدل العلامة محمد بن عبد الله الخليلي رحمه الله تعالى إلى هذا المذهب ذهابا صريحا، فأفتى به واعتمد عليه، وعدت هذه المسألة إحدى المسائل الأشرين التي كان له فيها رأي اجتهادي يختلف مع رأي جمهور أصحابنا، فعدت المسألة مما تفرد به هذا الإمام. والعلماء المعاصرون الآن من أصحابنا الذين جمعوا بين الرواية والدراية إذ درسوا الفقه والحديث يعتمدون على هذا الرأي أيضا، ويفتون به ويعولون عليه. والرأي الآخر هو المروي عن طائفة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير، هو بخلاف هذا الرأي، وذهب إليه
بعض التابعين ومنهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، ودرج عليه أصحابنا، وهو أنه لا ربا إلا في النسية، أخذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكر أنه رواه عن أسامة بن زيد: إنما الربا في النسية. والحديث الآخر: لا ربا إلا في النسية. وقد تحدث ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين في هذه المسألة حديثا جيدا، دل هذا الحديث على أن الربا نوعان: خفي وجلي. فالربا الجلي هو ربا النسية، والربا الخفي هو هذا الربا الذي سمي بربا الفضل. وذكر بأن الربا الجلي الذي هو ربا النسية إنما حرم لذاته، فهو مقصود بالتحريم لذاته. أما ربا الفضل فإنما حرم لأجل سد الذريعة، فهو محرم لأنه وسيلة إلى الربا الجلي. وذكر بأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دل على حصر الربا في النسية وحديث أسامة بن زيد: إنما الربا في النسية، أو كما جاء في رواية لمسلم: لا ربا إلا في النسية، فإنما هو من باب بيان الربا المشدد فيه، الذي جاء القرآن بالوعيد الشديد عليه، وبين القرآن الكريم الوعيد الذي يترتب عليه في قوله تبارك وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجعل هذا من باب قول القائل: لا رجل إلا فلان، بمعنى أن فلانا هو الرجل المعتمد عليه الذي جمع خصال الرجولة كلها. وكذلك مثل ذلك مثل قولهم: إنما العالم زيد، أي إذا ما قيس بغيره فإنه هو العالم الذي يستحق أن يطلق عليه هذا الوصف. وتابع ابن القيم على هذا السيد محمد رشيد رضا في تفسيره المنار، وبين السيد محمد رشيد رضا أن الربا الذي يقطع بحربته هو ربا النسية، وهذا النوع من الربا هو دون ذلك، فليس المختلف فيه كالمجمع عليه، وليس المنصوص عليه كالذي تأتي به أحاديث آحادية، فإنه ما من عالم من علماء الأمة إلا وقد وقع في مخالفة بعض الأحاديث الصحيحة لأمر يعذر به، وحصل الأخذ والرد بين العلماء في ذلك من حيث الاستدلال. فطائفة من أهل العلم كما قلنا عولت على حديث إنما الربا في النسية، أو كما جاء بلفظ آخر: لا ربا إلا في النسية، وهو حديث متفق على صحته كما قال الحافظ ابن حجر، فلا ريب في كونه حديثا صحيحا. والطائفة الأخرى عولت على الأحاديث الكثيرة التي جاءت من طرق عدة عن عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، تدل تلك الأحاديث
على حرمة ربا الفضل. من بين هؤلاء الذين رووا الحرمة أبو بكر وعمر وعثمان وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وفضالة بن عبيد وابن عمر وآخرون. وقد اختلف العلماء في وجه الجمع بين الروايتين، بين هذه الرواية وبين تلك الروايات التي دلت على المنع. ومع استعراضنا للأدلة وتتبعنا لما ذكره العلماء من الأدلة في هذه المسألة، وجدنا أن القول الراجح الذي يعتمد عليه هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وهو القول بحرمة ربا الفضل. فلا ينبغي أن نعدل عن الدليل بعد وروده مهما كانت منزلة العلماء الذين لم يقولوا به. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فربا الفضل دلت الأحاديث الكثيرة على حرمته. من ذلك الحديث الذي رواه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر إلا مثلا بمثل، ولا تبيع بعضها ببعض على التأخير. فالحديث اشتمل على نهيين. النهي الأول هو النهي عن المفاضلة، بحيث لا يباع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر إلا مثلا بمثل. والنهي الثاني هو النهي عن الإنساء، ولا تبيع بعضها ببعض على التأخير. فلا يمكننا أن نلغي أحد النهيين ونأخذ بنهي واحد من الحديث. الحديث صريح في النهي عن كلا الأمرين جميعا. وهذا الحديث رواه أئمة الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بلفظ: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. وهو كما ترون صريح في النهي عن الزيادة أو الازدياد، فمن أعطى الزيادة أو أخذ الزيادة فقد أربع. وروى أيضا الإمام الربيع رحمه الله عن عبادة بن الصامت، وحديث عبادة هذا جاء في المسند منقطع السند، إذ الربيع لم يدرك عبادة بن الصامت. جاء الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه كان في غزوة مع معاوية، فغنموا ذهبا وفضة، فأمر معاوية بأن تباع للناس في أعطياتهم، فسارع الناس إليها ونهاهم عن ذلك عبادة رضي الله تعالى عنه. فقام معاوية في الناس خطيبا وقال: ما بال أناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون عنه أحاديث لم نسمعها منه. فقام عبادة ورد عليه وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا يدا بيد، مثلا بمثل، عينا بعين. والحديث صريح في هذا، لأنه اشترط في جواز البيع بيع صنف من تلكم الأصناف بجنسه أن يكون ذلك يدا بيد، مثلا بمثل، عينا بعين. وقال: لأحدثن بما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية. والحديث رواه الشيخان وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه: وإن كره معاوية لا أبالي إن لم أصحبه في جنده ليلة سوداء. هو واضح كما قلنا في هذا التحريم، تحريم بيع هذه الأجناس، بيع أي فرد من أفراد هذه الأجناس إلا بمثله، بحيث لا تكون هنالك زيادة، مع تحريم أن يكون ذلك نسئة، بحيث اشترط في البيع أيضاً أو في حل البيع أن يكون يداً بيد. هذا ويدل على ذلك أيضاً الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن رجلاً جاء من خيبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر جني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، ولكننا نبيع الصاع بالصاعين والصاع بثلاثة. فقال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا. والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أبي سعيد رضي الله عنه، وفي بعض الروايات أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نبيع الصاع بالصاعين والصاعين بثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا، لا تقربها. فقد جاء هذا التشديد في هذا الحديث كما ترون، إذ شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقال بالنهي عن البيع إلا أن يباع الجمع، وهو التمر الذي لم يصل في الجودة إلى قدر هذا التمر الجنيب بالدراهم، ثم أن يبتاع الجنيب بعد ذلك بالدراهم، أن يبتاع بالدراهم الجنيب. فالحديث شدد هذا التشديد، وليس فيه ما يدل على أنهم كانوا يتبايعون ذلك بطريقة الإنساء، وإنما الظاهر أنهم كانوا يتبايعون ذلك يدا بيد. فصاحب التمر الجنيب يجيء إلى السوق بتمره، وصاحب الجمع يجيء أيضا بتمره، ويتبايعان، ولكن مع ذلك شدد الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في حديث أخرجه أبو داود عن عبادة رضي الله تعالى عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي،
الملح بالملح مدي بمدي، وهو يدل على اشتراط التماثل. فالمدي هو مكيال كان معروفا عندهم، وقد أراد به صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك كله متماثلا وألا يكون فيه شيء من التفاضل هذا. وقد أجاب هؤلاء العلماء عن حديث أسامة رضي الله تعالى عنه الذي عضد بحديث آخر أيضا عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. حديث أسامة كما ذكرنا هو بلفظ إنما الربا في النسيئة، وجاء بلفظ لا ربا إلا في النسيئة. والحديث الآخر حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب، وأيضا حديث ثابت صحيح، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصرف فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسئة وما كان منه نسئة فلا. وقد عجبت من العلماء الذين رأيتهم ضموا هذا الحديث إلى حديث أسامة بن زيد في الاستدلال به على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة، لأنه لم يأتي فيه أن هذا الصرف يكون متفاضلاً، على أن الصرف عادة لا يكون بين الذهب والذهب وإنما يكون بين الذهب والفضة. أجابوا عن هذا الحديث حديث أسامة بن زيد بالعديد من الأجوبة، منها أنه خاص بما إذا كان ذلك في جنسين ولم يكن ذلك في جنس واحد، أي لم يكن ذلك في الذهب والذهب، في بيع الذهب بالذهب أو في بيع الفضة بالفضة أو في بيع البر بالبر أو في بيع الشعير بالشعير أو في بيع التمر بالتمر أو في بيع الملح بالملح، وإنما هو فيما إذا كان في بيع الذهب بالفضة فإنه لا يكون هنالك ربا إلا في النسيئة. وما يدل على ذلك حديث عبادة رضي الله تعالى عنه الذي هو في سنن أبي داود، فقد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأنه لا بأس أن يباع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما إذا كان ذلك يدا بيد، وأما في النسئة فلا، ولا بأس بأن يباع البر بالشعير والشعير أكثرهما إن كان ذلك يدا بيد وأما في النسئة فلا. فإذا لا يبعد أن يكون حديث عبادة إنما الربا في النسئة خارج هذا المخرج، فيما إذا كان ذلك في بيع الفضة بالذهب أو بيع البر بالشعير أو بيع التمر بالزبيب فإن الربا في ذلك لا يكون إلا في النسيئة، وأما إن كان ذلك في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فيؤخذ بتلك الأحاديث الأخرى. مستمعي الأكارم، لهذه الآية المباركة الآية 275 من سورة البقرة بقية في تفسيرها، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.